السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد يونت 2 منهج الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021-2022. عنوان الوحدة الثانية in the restaurant، يعني في المطعم in the restaurant. أول حاجة عندنا كلمات الدرس الأول في يونت 2: ready جاهز أو مستعد، order يطلب أو يأمر، rare غير تم الطهي، medium متوسط الطهي، well done مطهي جيدا، mood حالة مزاجية، today's special طبق اليوم، restaurant مطعم. بعد كده عندنا الفعل ready بيجي مع حرف الجر to زائد الفعل في المصدر. ready to معناها مستعد لي، وبيجي وراها الفعل في المصدر. مثال: I am ready to go، أنا مستعد لي الذهاب. إذن الفعل ready بيجي مع حرف الجر to زائد الفعل في المصدر. بعد كده عندنا الفعل order، ممكن الفعل order يجي بمعنى يطلب وممكن يجي بمعنى طلب. ازاي؟ لما اجي اقول he ordered fish، هو طلب سمك، اذا هنا بمعنى يطلب. هنا I want my order well done، انا اريد طلبي يكون مطهي جيدا او مطهو جيدا. اذا هنا order جيت بمعنى طلب، اما هنا order جيت بمعنى يطلب. بعد كده عندنا باقي الافعال: have يتناول او يمتلك، waitress جرسونة، waiter جرسون، soup شوربة، steak شريحة لحم بقري، baked potatoes يعني بطاطس مخبوزة في الفرن، baked potatoes، maybe ربما، menu قائمة طعام، salad سلطة، delicious لذيذ، sounds good يبدو جيدا، سباجيتي اند ميت بولز مكرونه سباجيتي بقطع اللحم. بعد كده عندنا الفعل هاف بيجي بمعنى يمتلك او بيجي بمعنى يتناول. عندنا هنا بمعنى يمتلك، لما اجي اقول اي هاف ا بن، انا معايا او انا املك قلم، اي هاف ا بن. اما لما بيجي بمعنى يتناول، اي هاف سباجيتي اند ميت بولز، يعني انا هتناول مكرونه سباجيتي اند كرات اللحم. إذن هنا جيت بمعنى يتناول، أما هنا جيت بمعنى يملك. بعد كده عندنا الفعل look والفعل sound، بيأتي وراهم صفة look أو sound زائد صفة. it looks delicious، هي تبدو لذيذة. it sounds good، تبدو جيدا. بعد كده عندنا بعض الأفعال المصرفة. عندنا أفعال منتظمة وأفعال غير منتظمة. طبعا احنا عارفين الافعال المنتظمه لما بنيجي نحطها في الماضي اما بنحط لها دي او اي دي او اي اي دي، اما الافعال الغير منتظمه بتغير او بتحول الى التصريف بتاعها. الافعال المنتظمه زي order يطلب ordered، look يبدو او ينظر looked، look looked، think يعتقد thought، think يعتقد thought، have يملك أو يتناول had، have يملك أو يتناول had. بعد كده عندنا المحادثة بتاعتنا ما بين woman man waitress، ما بين سيدة ورجل وwaitress الجرسونة. topic موضوع المحادثة today's conversation is in a restaurant، موضوع المحادثة اليوم عن في المطعم. a man and a woman are hungry and ordering the waitress to bring them some good food. رجل وسيدة يشعران بالجوع ويطلبان من الجرسونة أن تحضر لهم بعض الطعام الجيد. تعالوا نشوف المحادثة بتاعتنا. waitress الجرسونة بتقول hello are you ready to order، أهلا وسهلا بكم، هل أنتم جاهزون لطلب الطعام؟ woman السيدة قالت I think so، أنا أعتقد ذلك. I'll have a steak، أنا سوف أتناول شريحة لحم بقري. waitress الجرسونة قالت rare medium or well done، غير تم الطهي أم متوسط الطهي أم مطهي جيدا. woman السيدة قالت medium please and a baked potatoes، يعني متوسط الطهي من فضلك وبطاطس مخبوزة في الفرن. بعد كده waitress قالت how about a salad، ماذا عن السلطة؟ السيدة قالت woman sounds good، تبدو جيدة. man الرجل قال what's today's special، يعني ما هو طبق اليوم.
waitress الجرسونة قالت spaghetti and meatballs يعني مكرونة spaghetti بقطع اللحم. man good I am in the mood for spaghetti حسنا لدي الرغبة في تناول مكرونة spaghetti. I'll have that سوف أتناول ذلك. waitress الجرسونة قالت here you are تفضل. man thanks شكرا it's look delicious يعني إنه يبدو لذيذ. وكده يبقى خلصنا موضوع المحادثة بتاعتنا. بعد كده عندنا بعض الكلمات water مياه water lemonade عصير ليمون lemonade roast beef لحم بقري مشوي roast beef roast turkey ديك رومي مشوي roast turkey chicken soup شوربة دجاج chicken soup fruit salad سلطة فواكه orange juice عصير برتقال coffee قهوة bread خبز apple pie فطيرة تفاح. هنكمل الكلمات hot dog سجق أو نقانق french fries بطاطس مقلية family عائلة أو أسرة tonight الليلة video شريط فيديو tomorrow غدا. بعد كده عندنا تصرفات الأفعال rent يؤجر rented watch يشاهد watched want you read wanted eat ياكل ate drink يشرب drank see يرى saw. بعد كده عندنا important expressions and prepositions بعد التعبيرات وحروف الجر الهامة I don't know انا لا اعرف I don't know rent a video يستأجر فيديو rent a video see a film يشاهد فيلم see a film with my family مع عائلتي أو مع أسرتي with my family some more water يعني المزيد من الماء some more water sure بالطبع أو بالتأكيد sure. بعد كده للسؤال والتعبير عما تنوي أن تفعله بقول what are you going to have يعني ماذا تريد أو ماذا أنت سوف تأكل what are you going to have. بعد كده عندنا لتقديم العرض بقول do you want Do you want يعني هل تريد وبعدين بقول الحاجة اللي أنا عايزها Do you want to watch a film tonight يعني هل تريد أن تشاهد فيلم النهاردة أو الليلة. لما أرد بقول I can't لا أستطيع. طب أنا عايز أتفرج على فيلم بقول I can okay. بعد كده عندنا برضو لتقديم العرض برضو ممكن أقول How about ماذا عن وممكن أقول What about الاتنين ينفعوا How about و What about الاتنين معناهم ماذا عن. بعد كده عندنا for remember للتذكرة زمن الماضي البسيط في السؤال بأداة استفهام بستخدم أداة الاستفهام زائد did زائد الفاعل زائد الفعل في المصدر. مثال What did you eat أداة الاستفهام السؤال في زمن الماضي البسيط باستخدام أداة استفهام بستخدم أداة الاستفهام زائد did زائد الفاعل زائد الفعل في المصدر. مثال What did you eat ماذا أنت أكلت I ate roast beef أنا أكلت لحم بقري. مثال تاني What did they drink ماذا هم شربوا They drank water هم شربوا ماء. بعد كده هناخد أدوات التجزئة A bottle of water يعني زجاجة ماء A can of lemonade عصير أو علبة ليمون A slice of turkey شريحة من ديك الرومي A piece of apple pie فطيرة أو قطعة من فطيرة التفاح A bowl of chicken soup سلطانية من دجاج أو شوربة الدجاج A glass of orange juice كوب من عصير البرتقال A cup of coffee فنجان قهوة A loaf of bread رغيف خبز. دي اسمها أدوات التجزئة اللي هي A bottle of A can of A slice of A piece of A bowl of A glass of A cup of, a loaf of. دي اسمها أدوات تجزئة وحناخدها دلوقتي بتستخدم لإيه. بس الأول ناخد القاعدة بتاعتنا وحنشرحها مع القاعدة. أول حاجة عندنا في القاعدة وهي الأسماء المعدودة أو الأسماء التي تعد. الأسماء التي تعد في المفرد بنضع قبلها A أو an أدوات النقرة A أو an أداة النقرة A توضع أمام اسم مفرد يبدأ بحرف ساكن زي cat a cat قطة a pen column.
طيب لما نيجي نجمع الاسم الذي يعد، لما نيجي نجمع الاسم الذي يعد بنشيل الآ اللي هي أداة النكرة ونضع اس للاسم، بنشيل الآ أو آن ونضع الاس للاسم، أكات قطة، لما نيجي نجمعها كاتس قطط، هنا شلنا أداة النكرة اللي هي آ وحطينا اس للاسم فجمعنا الاسم. أما الأسماء التي لا تعد، الأسماء التي لا تعد هي التي لا يمكن عدها ولا نضع لها اس عند الجمع، هي الأسماء التي لا يمكن عدها ولا نضع لها اس عند الجمع. طب ازاي بنجمع الأسماء دي؟ يعني زي كلمة water، طبعا ما ينفعش نقول ميه water وجمعها waters ميات، طبعا water لا تجمع، أما بنجمعها باستخدام أدوات التجزئة. أدوات التجزئة اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي زي a bottle of يعني زجاجة من، ينفع أقول زجاجة مية، ينفع أقول زجاجتين مية، ينفع أقول تلات أزازات مية، أربع أزاز مية، خمس أزاز مية. هنا بعرف أجمع أداة، بعرف أجمع الاسم الذي لا يعد باستخدام أداة التجزئة، ولكن الاسم الذي لا يعد لا يجمع باستخدام اس. لما أجي أقول a bottle of water يعني زجاجة من الماء، a bottle of water يعني زجاجة من الماء. طب أنا عايز أجمع أقول مثلا إزازتين مية أو تلات أزاز مية، هقول هشيل طبعا أداة النكرة اللي هي آ وأقول two bottles of water يعني إزازتين مية. إذن هنا جمعنا الاسم الذي لا يعد، إذن الاسم الذي لا يعد لا يضع له إس عند الجمع ولكن بيجمع باستخدام أدوات التجزئة. لما نيجي نشوف أدوات التجزئة، a slice of شريحة من، a slice of roast beef شريحة من لحم البقري، a slice of roast turkey شريحة من الديك الرومي، a loaf of رغيف من، a loaf of bread يعني رغيف من الخبز، a can of يعني علبة صفيح من، a can of lemonade علبة من عصير الليمون، a piece of قطعة من، a piece of apple pie قطعة من كيكة التفاح، a bottle of يعني زجاجة من، a bottle of water يعني زجاجة من الماء، a bottle of milk يعني زجاجة من اللبن، a glass of كوب من، a glass of water يعني كوب من الماء، a glass of milk كوب من اللبن، a glass of orange juice كوب من عصير البرتقال، a cup of فنجان من، a cup of tea فنجان من الشاي، a cup of coffee فنجان من القهوة، a bowl of سلطانية من، a bowl of chicken soup سلطانية من شوربة الدجاج، a bowl of fruit salad سلطانية من سلطة الفواكه. how many معناها كم للعدد وبيجي وراها اسم جمع يعد، كم للعدد وبيجي وراها اسم جمع يعد، يعني ما بتستخدمش مع الأسماء التي لا تعد ولكن بتستخدم مع الأسماء التي تعد. تعالوا نشوف مثال، how many pieces of apple pie did they have، كم عدد كيكة التفاح التي لديهم، they had four pieces of apple pie يعني هم لديهم أربع قطع من كيكة التفاح. إذن هنا how many سألت عن العدد، جي وراها اسم جمع يعد، طبعا احنا هنا عشان حولنا apple pie إلى اسم يعد ضفنا لها piece of، إذن لما بنضيف أداة التجزئة بيتحول الاسم الذي لا يعد إلى اسم يعد. إذن how many معناها كم للعدد وبيجي وراها اسم جمع يعد. بعد كده عندنا الفعل have عند الإجابة بيتحول إلى had لأن صيغة الاستفهام في الماضي البسيط لوجود did. مثال how many cups of coffee did she have يعني كم عدد فناجين القهوة التي تناولتها، she had two cups of coffee هي تناولت فنجانين من القهوة. إذن هنا عشان السؤال في زمن الماضي البسيط استخدمنا الفعل في المصدر، أما في الإجابة بنستخدم زمن ماضي بسيط عادي، الفاعل زائد التصريف الثاني للفعل، إذن تحول الفعل have إلى had. إذن how much معناها كم للكمية وبتسأل عن الكمية وبيجي وراها اسم مفرد لا يعد عكس how many بيجي وراها اسم جمع يعد. مثال how much bread did he have كم عدد الخبز الذي تناوله، الإجابة
He had 6 loaves of bread. هو تناول 6 رغفة من الخبز. هو تناول 6 رغفة من الخبز. بعد كده عندنا remember، تذكر المستقبل باستخدام going to. صيغة المستقبل باستخدام going to بتتكون من الفاعل اللي هو I بتاخد am، و he و she و it والاسم المفرد بياخد is، و you و they و we والاسم الجمع بياخد are، زائد going to زائد الفعل في المصدر. ده التكوين بتاع قاعدة going to، وبتستخدم للتعبير عن المستقبل. بعد كده عندنا باقي كلمات الوحدة: Italian إيطالي الجنسية، owner مالك، price سعر، serve يقدم طعام، real حقيقي، the best الأفضل، chief طباخ أو رئيس الطهاة، new جديد، grandpa جد، last الماضي أو الأخير، downtown وسط المدينة، May شهر مايو، town مدينة صغيرة، here هنا، clean نظيف، good جيد، address عنوان street شارع، kids أطفال صغار، bakery مخبز، Wednesday يوم الأربعاء، breakfast وجبة الإفطار، lunch وجبة الغداء، dinner وجبة العشاء. بعد كده عندنا استخدام حرف الجر إن قبل المدن والأماكن الكبيرة، مثل إن تاون في المدينة، إن داون تاون في وسط المدينة، إن كايرو في القاهرة. أما حرف الجر أون بيجي مع التاريخ، يحتوي على رقم اليوم. لما نيجي نقول on 5 May في الخامس من مايو، on May 5 2018 يعني في اليوم الخامس من مايو سنة 2018. بعد كده عندنا الشهور بتاخد N، الشهور والسنين بياخد حرف الجر N. لما اقول N May في شهر مايو، N 2018 في سنة 2018. بعد كده حرف D في Wednesday، حرف صامت لا ينطق. هنا لما اقول Wednesday ما اقولش Wednesday، بقول Wednesday. okay. بعد كده الأبوستروف S تعبر عن الملكية، جراند أليس ريستورانت، جراند باز أليس ريستورانت يعني مطعم الجد علي. إذن هنا الأبوستروف إس جعلت المطعم ملك للجد علي، إذن هنا بتعبر عن الملكية. بعد كده عندنا بعض الأفعال المنتظمة في الماضي وبعض الأفعال غير المنتظمة. أفعال منتظمة زي open يفتح opened، own يمتلك owned، serve يقدم الطعام served. أفعال غير منتظمة: bring يحضر، brought أحضر، say يقول، said قال. بعد كده عندنا new places people بعض الأماكن والأشخاص، Italian restaurant المطعم الإيطالي، big mama بتساوي grandmother الجدة، grandpa بتساوي grandfather الجد. بعد كده عندنا موضوع الاستماع بتاعنا، listen and repeat along، استمع وردد. grandpa Ali's restaurant opens، افتتاح مطعم الجد علي by عادل ابراهيم، كتب بواسطة عادل ابراهيم. grandpa Ali's is a new Italian restaurant، مطعم الجد علي هو مطعم ايطالي جديد. in downtown Cairo في منتصف مدينة القاهرة، it opened on May 5 هو افتتح في اليوم الخامس من مايو او من شهر مايو. Who's grandpa Ali من هو الجد علي. Is the owner من هو المالك. No the real grandpa Ali is the owner's grandfather and the chief at restaurant يعني الجد علي هو المالك الحقيقي للمطعم وهو أيضا الشيف في المطعم. Last Saturday السبت، ليلى عبدو and her friend دينا سميث، ليلى عبدو وصديقتها دينا سميث had lunch at grandpa's علي، تناولوا الغداء في مطعم الجد علي. Their pizza is the best pizza in town، البيتزا الخاصة بهم هي أفضل بيتزا في المدينة، said ليلى، ليلى قالت الكلام ده. دينا قالت I am going to bring
يعني أنا سوف أجلب أطفالي هنا. Kids under 5 eat free، يعني الأطفال تحت سن 5 سنوات بيأكلوا مجانا. Grandpa Alice is clean and the price are good، يعني المطعم يكون نظيف والسعر بيكون كويس. The address is 12 الأهرام Street، العنوان 12 شارع الأهرام. They are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. هما بيفتحوا باستمرار من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 10 مساء. They serve lunch and dinner، هم بيقدموا وجبات الغداء والعشاء. ده كان الليسننج بتاعنا بتاع الجد علي، وبكده يبقى خلصنا يونت 2 الوحدة التانية من منهج الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021-2022.